وسط رسائل إيجابية من حماس، مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى مقابل تهدئة لشهر. قتلى وجرحى بضربات جوية على مواقع للفصائل العراقية في البوكمال ردا على استهداف قواعد أمريكية بريف الحسكة السورية وأربيل. بعد ضرباته الجوية والمدفعية، الجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته المكثفة أثرت على وجود حزب الله على الحدود. مرحبا بكم إلى الأخبار من الحدث. نبدأ من قطاع غزة، حيث أعلنت السلطات الصحية هناك مقتل 187 فلسطينيا في الساعات 24 الماضية، وذلك نتيجة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة على القطاع، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى 21,507 قتلى، أي نحو 1% من سكان القطاع. تقارير تشير إلى أن آلاف الجثث لا تزال مدفونة أسفل أنقاض الأحياء المدمرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب ناقش مقترحا قطريا للإفراج عن 40 إلى 50 محتجزا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر، مؤكدة أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الموساد تلقى رسالة إيجابية من قطر حول رد حماس على مفاوضات صفقة المحتجزين. وكانت مصادر الحدث أفادت بأن قائد حماس في غزة يحيى السنوار يتجه لقبول المبادرة القطرية المصرية حول تبادل الأسرى. هذا وأكدت الأمم المتحدة أن خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يظل قائما طالما استمرت الحرب في غزة. وذكر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيه عنف المستوطنين أمر مثير للقلق الشديد. وشدد البيان الأممي على أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان ينذر بتصعيد أوسع للصراع ويؤثر في الاستقرار الإقليمي. من جهته أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، وأوضح أن هذا القلق سببه استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب القطاع واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة واتخاذ الكثيرين من السكان هناك من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، ما يجعلهم عرضة لخطر انتشار هذه الأمراض. نتواجد في مدينة خان يونس وبالتحديد في غربها في هذا المخيم الذي يقيم الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المخيم لإيواء النازحين في مدينة خان يونس وأيضا مدينة رفح. هناك تجهيزات تجري على قدم وساق داخل هذا المخيم المكون أكثر من 300 خيمة، سوف يعمل خلال الفترة القادمة في استقبال النازحين. طبعا مع بداية الأزمة كان الهلال الأحمر المصري مساند لأشقائه في الهلال الأحمر الفلسطيني من بداية الأزمة، لكن طبعا مع تفاقم الوضع وطول أمد الحرب والنزوح من الشمال إلى الجنوب كانت في حاجة ملحة لعمل مع مخيمات إيواء، فتناقشت في هذا الأمر مع إخواننا في الأحمر الفلسطيني وهم رحبوا جدا بالفكرة، لأن طبعا إحنا توفير مأوى آمن وقد تقدم فيه الخدمات بطريقة إنسانية وطريقة كريمة للنازحين، ده هدف من الأهداف الإنسانية اللي هو جزء من دستور جمعيات الهلال الأحمر على مستوى العالم. طبعا هذه هي المرحلة الأولى التي ترونها الآن، هي عبارة عن 300 خيمة مجهزة لوجستيا من إنارة وحمامات وخلافه،
سيتم افتتاحه في القريب العاجل عند إتمام هذه الإجراءات، لأنه كما تعلمون دخول المواد من معبر رفح وتحكم سلطات الاحتلال بما هو ما يدخل وإعاقة ما سيتم دخوله، فهذا يأخذ منا وقت كبير. هذه هي صورة الوضع هنا في مخيم النازحين، وبدعم وإشراف من الهلال الأحمر المصري ومشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني التوأمة من أجل مساعدة النازحين والعائلات المنتشرة في كل شوارع محافظة رفح وأيضا خان يونس، وبالتالي هذا المخيم سوف ينقذ حياة آلاف الأسر التي نزحت من كافة مناطق قطاع غزة. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تحولت الأراضي الزراعية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع إلى مراكز إيواء بعد تكدس المدارس نتيجة نزوح سكان البريج إليها. نزحنا من الشمال طلعنا على رفح، من رفح طلعنا على خان يونس، من خان يونس جينا على دير البلح. ما فيش وسع في المدارس، مليانة كل اللواء، لقينا هذه أرض فاضية وجينا فيها. جايين من الزتون، نزحنا من الزتون جينا على دير البلح، وهينا بنعمل خيم وبنسطر على حالنا وبايش نسوي. نزحنا ثامن يوم الحرب، الحين بلغونا نرحل على جنوب الوقت. جينا على الدير على البركة، مدرسة ابن رواحة. قعدنا شهر. اليهود تم دخولهم من مطاحن وضرب علي قذيفي وصابوا بنت اختي وابن بنت اختي. جينا على الضره قعدنا فيها اسبوع، ما فيش مجال، فيش مجال ان نحط خيم. طلعنا واجعوا ابو سمره وقعدنا هنا، صار لنا هنا 35 يوم تقريبا. نزحنا مرتين، اول مره في شارع البركه وانضربت المدرسه وصار في 3 شهداء، وجينا هنا لنا 25 يوم والوضع مأساوي جدا. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية بقيمة تجاوزت 147 مليون دولار لإسرائيل، الأمر الذي يحدث للمرة الثانية خلال هذا الشهر، والذي تتخطى فيه إدارة الرئيس جو بايدن الكونغرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لتل أبيب. الخارجية أضافت أن بلينكين أبلغ الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة نظرا لاحتياجات إسرائيل الدفاعية، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن تل أبيب وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها. فاد المرصد السوري بمقتل وإصابة 20 من الميليشيا العراقية في قصف أمريكي استهدف مواقعهم في البوكمال على الحدود السورية العراقية. وقال مراسل الحدث أن قصفا جويا استهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العمق السوري قرب منفذ القائم الحدودي مع العراق. مصدر أمني أوضح أن الطائرات نفذت أكثر من 10 ضربات جوية على مواقع لميليشيات فاطميون قرب الشريط الحدودي. حابل
هذا وأعلنت فصائل عراقية مسلحة في وقت سابق أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة الشداد الأمريكية بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الفصائل في وقت سابق مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة خراب الجير الأمريكية في ريف الحسكة. أفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع هجوم استهدف قاعدة حرير الجوية شمالية محافظة أربيل، وأضافت المصادر أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة. قال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش وجه سلسلة من الضربات المكثفة ضد أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجود الحزب قرب الحدود. وأضاف هاجاري أن الجيش يواصل الضربات المكثفة على مواقع الحزب قرب الحدود الشمالية قائلا: لم تعد تبدو مثل ما كانت في 6 أكتوبر ولن تعود. أعلن وزير الخارجية الدنماركي عزم بلاده إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر في يناير المقبل ضمن قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة هناك. وفي وقت سابق من ديسمبر أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر. يأتي ذلك وفقا لواشنطن في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن عدة متجهة إلى إسرائيل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تهديدا لحرية الملاحة البحرية. هنا تسابق واشنطن الزمن لتأمين أحد أهم الممرات في العالم للتجارة البحرية قبل أن ينعكس الأمر بما لا يحمد عقباه. وفقا لوكالة بلومبرغ، يحاول الجيش الأمريكي طمأنة شركات الشحن بأن القوة المتعددة الجنسيات تعمل لجعل البحر الأحمر وقناة السويس طريقاً آمناً رغم هجمات الحوثيين. البنتاغون وعلى لسان المتحدث باسمه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعمل بشكل شبه يومي لقياس الاحتياجات وتوفير الطمأنينة بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن. قبل بضعة أيام أسقطت المدمرة الأمريكية USS ميسون صاروخاً وطائرة بدون طيار فوق منطقة جنوب البحر الأحمر، أمر أحال دون إصابة أي من السفن 18 في المنطقة. تشير بلومبرغ إلى أن هذا التأمين العملي للممر المائي يعكس أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي يبينان أنهما قادران على الحفاظ على ممر آمن وإن استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتأكد الشاحنون أن الوضع آمن. تقول الوكالة إن نصف أسطول سفن الحاويات الذي يعبر البحر الأحمر وقناة السويس بانتظام يتجنب المسار الآن بسبب تهديد هجمات الحوثيين، حيث يلجأ العديد من الناقلات وسفن الحاويات إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وبين انعدام أمان العبور وتوجه التحالف الدولي لتأمينه، ما زالت بعض الشركات عازفة عن المرور وأخرى تدرس العودة إليه. تسببت هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر بتأثيرات سلبية كبيرة على الصيادين اليمنيين الذين باتوا يخشون الدخول بمراكبهم في عمق البحر خشية تعرضهم للقصف، فضلا عن المخاوف من إغلاق البحر نتيجة التوترات الأمنية هناك. أن يأتي فوقنا صاروخ أو يأتي فوقنا من هذه الأشياء الذي يرموا بها في البحر، فلم أذهب إلى البحر. كنا ندخل إلى عمق البحار ونصطاد الأسماك وكانت حياتنا طبيعية جدا، ولكن بعد ما حصل الآن في البلاد لا نستطيع الدخول للبحر وصيد الأسماك، أصبحت الآن حياتنا مهددة بالخطر، نخاف للدخول للبحر. الذي يعني خلاهنا نجحنا وخلاهنا يعني نشتغل في دحين في البر ولا عرفنا عدنا ندخل البحر سبب الحوثي الذي هو داخل.
واحنا الان في مازق الان. هنا شوف الامواج انت متعادية، وعندما دخلنا داخل البحر يعني اللي يضربوا علينا على طول مباشرة خلقوني لا ده برا. حقيقة ما يقوم به الحوثي من اعتداء على السفن في الممر الدولي ينعكس على أضراره على الصيادين، وذلك بوقت المواجهة وقت الاعتداء على السفن يكون صيادين بالقرب من السفن يتضرروا، وكذلك صيادين المتواجدين المنتفعين في المناطق المحررة سواء مديرية الخوخة أو مديرية المخاء أكثر من 10,000 صياد. في مخيمات النزوح في مأرب لا تقتصر المعاناة على انعدام الإيواء والأمن الغذائي، بل أصبحت هذه العوامل أحد أهم أسباب ظهور الحالات النفسية. دراسة بحثية أخيرة حثت المنظمات الدولية والجهات الرسمية على ضرورة تقديم الدعم النفسي للنازحين وإنشاء مستشفى ومصحة نفسية. على شعرة بين الجنون والعقل يعيش أغلب النازحين في اليمن جراء ما تعرضوا له من تهجير قسري وصدمات نفسية متعاقبة ووضع معيشي صعب، لكن تلك الشعرة قطعت فعلا عند كثير من الحالات التي رصدناها في مخيمات النزوح بمأرب. قائد شيبه الذي هرب بأسرته من الحديدة وسط نيران القصف تضاعفت حالته النفسية في مأرب، لا يجد طعام أطفاله ولا مسكنا آمنا لهم ولا الدعم أو العلاج النفسي. رحنا عند دكاتير ما فدنا، احنا ما فيش مختص في هذه الحاجات الذي تقدر تعاني احنا في العلم هذا الشديد. يعني الحمد لله يعني احنا في حالة يعني ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى، لا نمتلك بمال الله ماله ولا معانا شيئا بيدوتنا لنقدر نعالج انفسنا، نقدر ننهض انفسنا، والله لا نمتلك بيدوتنا شيئا. هنا حالة أخرى، يحتاج الأطفال إلى دعم نفسي والأب إلى علاج وجلسات مكثفة. تقول زوجته إن الأمور خرجت عن السيطرة. حنا مربطه يا ذي الناس، نقوم بحبسه في الخيمة حتى لا يخاف منه أطفال المخيم لأنه فاقد الأهلية. كنا نعالجه لكن الآن لا نستطيع. طيب تعالجوه ما بوش لا يتناول العلاج منذ بداية الحرب. النساء أيضا سجلن نسبة كبيرة من المتأثرين نفسيا في مخيمات النزوح. التعرض للعنف وفقدان العائل أو الأبناء كانت الأسباب وفق دراسة تبناها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية. هنالك فئة يعني كبيرة جدا عندها آثار نفسية غير يعني سلمة تحتاج إلى عناية بالجانب النفسي، لأن الإنسان في نهاية المطاف هو عبارة عن تكوين نفسي. في ظل الحديث عن تقصير المنظمات الدولية في تأمين الغذاء والإيواء للنازحين، تتزايد الحاجة إلى التدخل والدعم النفسي في محافظة تحتضن 65% من نازحي اليمن وتفتقر لتوفر مشفى أو مصحة للأمراض النفسية. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. توفي في الجزائر وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار عن عمر يناهز 86 عاما، وكان نزار الرجل القوي في النظام الجزائري مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ أنهى المسار الانتخابي الذي فازت به جبهة الإنقاذ يوم ذاك وواجه فصيلها المسلح الذي أشعل عشرية من القتال. تم رفع دعوى قضائية بوجه نزار في محكمة جنيف من طرف قياديين في جبهة الإنقاذ المنحة، لكن السلطات الجزائرية دافعت عنه ورفضت رسميا المساس به وبتاريخه في مكافحة الإرهاب. ألقت حرب غزة بظلالها على مدينة الناصرة، حيث غاب الزائرون والسياح خلال فترة الأعياد، ما تسبب في كساد كبير وأجواء حزينة خيمت على المدينة. السنة الناصر غير زي باقي قرى ومدن اللي بتحتفل في أعياد الميلاد، الوضع غير بسبب الحرب الدائر في المنطقة،
شجرة عيد الميلاد النصراوية الكبيرة اللي هي أكبر شجرة في الشرق الأوسط مش موجودة، ما انحطتش بسبب الأوضاع والظروف موجب توصية مجلس الكنائس، سياحة ما فيش. بالأيام العادية هذا الشهر بيكون شهر مليء بالبرامج والاحتفالات وأسواق الميلاد اللي كل مصلحة في مصر ومنطقتها تستفيد منه بشكل مباشر وغير مباشر. من ناحية اقتصادية الاقتصاد بيكون عمليا في كتير محلات، المدخولات بتكون تعادل مدخولات سنة كاملة في شهر، فواضح أن الضرر الاقتصادي هو كبير. والله في مدينة الناصرة جدا الوضع صعب، ومثل هالأيامات هاي بتكون عالم ليوم العالم، يعني وضع الاقتصاد بنتعش لشهرين ثلاثة وأربعة لقدام، طبعا غير السياحة. وهاي المنطقة بالذات منطقة عالمية مشهورة معروفة، وخاصة فيها الاحتفالات شجرة عيد الميلاد، فمن الوضع الموجود حاليا وضع مش هوين، وضع صعب. تظاهر عشرات مرضى سرطان أمام السراي الحكومي في بيروت مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لإيجاد حل لأزمة الدواء، وطالبت جمعية باربارا نصار ببدء فرض ضرائب على مواد تعتبر من مسببات السرطان كالدخان، لكن السلطة تتهرب من هذه الحلول على الرغم من موت الكثيرين. عاد العشرات من مرضى السرطان إلى الساحة المطلة على السراي الحكومي، فإلى جانب معركتهم مع المرض الخبيث يخوضون معركة مع سلطة تهددهم كل يوم برفع الدعم عن تأمين أدوية تكلف آلاف الدولارات. بين العشرات هنا باغت السرطان رندا قبل انهيار لبنان الاقتصادي، حينها كان المرض همها الأكبر، لكنها اليوم كغيرها في سباق مع الزمن بحثاً عن الدواء. نحن إذا مرضى مش يقصصونا لأنه نحن مرضى، يعني على القليلة يعملوا شيء يقدروا يأمنوا هالدواء للمواطنين تبعهم، يعني إحنا ما عم نقول لهم يعطونا إياه ببلاش، بس يكونوا على القليلة كانوا داعمينه يرجعوا يكملوا الدعم. يعني واحد ما بيقدر، لا مصاري بقى معنا، حتى لو في بالبنوك ما بتعطيك، وما نا قادرين كمان نشحد لأن العالم كله صارت عم تشحد. صرنا ما عم نفكر صدقيني إذا بصحة أو لا، عم نفكر كيف بدي أمن الدواء، وكيف إذا لو بترجع لإلي. أنا قلت لهم لعائلتي ما بدي أتعالج، بس كرمالهم هني، يعني أنا أقول بالسنة ناقص من وراء الدولة يأستنا. ما في مصادر تمويل للدواء. أكثر من 30,000 مريض يطالبون الحكومة بالتوقف عن اعتماد حلول ترقعية، لكن السلطة تقفل أبوابا بإمكانها إدخال ملايين الدولارات لدعم هؤلاء المرضى. مرض السرطان هو الميثاق رقم واحد بلبنان، ما في الضريبة اللي بقى تنحط هي على المستورد وعلى الموضوع الرجي. مين عم بيتأثر بالرجي؟ كلنا بنعرف الرجي بلبنان للجهات السياسية الداعمة لها. لهذا السبب نحن ناشدنا الرئيس بري انه الحل بإيده. 300 مليون دولار ضريبة الدخان بتطلع اذا انحطت مثل ما لازم بالسنة، 300 مليون دولار هي حق كل أدوية الأمراض السرطانية بالسنة. يعني تخيل انه بلبنان اليوم ضريبة على أنيدة الكونياك 12 سنت، بفرنسا وبغير دول 55 أورو و64 دولار وغيرها. هل يعقل؟ أول شيء هو الضرائب بتخفف من نسبة الإصابات بالسرطان من ناحية تانية، وبتعالج مرضى السرطان. بدنا من الدولة تلاقي مصدر للمصاري، وعم نعطيها حل لمصدر المصاري. أنا برأيي الشعب اللبناني بيتفهم هالموضوع، لأن شخص عتليتي بيعمل سرطان. فقط في لبنان يضطر المريض للتظاهر، فالمئات يموتون بصمت مع انقطاع الأدوية. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. في نهاية هذه النشرة دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا الحدث دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير الخاصة. كونوا بخير دائما، هذه أجمل تحية وإلى اللقاء.